هاي فيديو هذه، يعطيكم الصحة. فوالا سي الوقت المزيان اللي عشناه واحنا صغار، البلايص اللي مشيناها، الناس اللي عرفناهم. نرجع ونقول ديما عمري ما نسيت اللي يسمعنا لاول مره هو برنامج بتاع فيه هومه ومكتبه الحومه ومدرسه الحومه والسطحه والبطحه، الجو هذا الكل، هذا كل ما تلقاوه كان على امواج اذاعه صفاقس في فضاء عمري ما نسيت. كل نهار الجمعه مع شريفه والكيب المزيان اللي ديما يدعمها في الكواليس وايضا زاده حتى في المباشر. اليوم حصه اليوم انا من العام الداخلي، ولكن زاده ديما على اونكا وريزو ما يمشيش حاجه، تعاود ترجعيكم كانالو الاذاعه سرور باش هكا تعاود تخلينا في الجو المزيان. بالنسبه للاستوديو اللي عندي هوني ما شاء الله انا جبت الكيب كامل تقريبا، نلقاو اللي وصلنا واللي سايس روحه في الثنيه واللي معناها هكا عمل لنا امبيونس مزيانه، نلقاو زميلنا منظر المجدوب على مستوى السياقه بالطبيعه، لطفي القربوري على مستوى الاخراج التقني، طارق بكور المتميز دائما والفنان ديما بك الصوره المزيانه، ونلقاو هو اللي مشي خلينا معاكم في اللايف ستريمينغ، وتلقاو زاده برشا تصاور ان شاء الله زاده على بوابه اذاعه صفاقس. وفاء بن عيات في عمليه التنسيق اليوم بصفه استثنائيه معايا، نظرا ما شاء الله خاطر نعرفوا باش يكون العدد كبير نتاع الحضور، معناها نستحق يكون معنا ديما ينظم لنا الاجواء. شكون بحذايا؟ قال طهر الحومه هو بيدو، شكون اقصى واحد معناها؟ هو سلامي لا وفاء مشيني شويه سي صادق، تراه مدام نزيد تراه سي صادق مرحبا بيك. شكرا عايشك. مرحبا سي صادق الجربي مرحبا بيك، ونورنا برشا. اسمع قلت شكون اللي حجام الحومه؟ اقصى واحد. أنا نتذكر وانا اللي كنت نحجم عنده في عندكم سوق اسبوعي وقتاش نعرف شنو؟ نهار الاثنين لحد ولا الاثنين الزوز نهارين في الاثنين. كيفاش وقته؟ من الصباح حتى الليل الساعتين يعني كامل. مشغول جدا بعد سي فهمت واضح. رحمة الله على الوالد وربي يشدكم صحة الابدين، مشكورين جدا. بعد ما تباجي الحومة خلينا نعملوا طلع على جزار الحومة تقريبا لول، يعني من الأوائل سي عبد العزيز اللي وارث زاد هو حانوت الجزارة على الوالد نورمالمون. سي عبد العزيز نهارك مبروك. عملوا حاجة مزيانة. توري الصورة معناتها تاع مصر، صورة زينة معناتها، صورة جميلة. لازم تدخل الحومة هذه تاع الدبدبة في إطار سيركويت ولستيك. تحية كل الأولاد نتاع راديو ويب، كل الناشطين معاكم. أنا نحب نختم بكلمة نعم مدام رشيدة، تعرف شو باش نقول لكم؟ هو لحظة هو حكي على كل شيء دبابة على الدبدبة، أنا منسينا ما حكيناش علاش سموها دبدبة. علاش؟ هي هو دبدبة. أنا شفتوا لا. وين معمم هذاك ولا علاش دبدبة؟ هي يمكن واحد يجي في بال واحد ممكن اسم عائلة من العائلات ولا شيء. أنا هي باش قلت لك نسبة العائلة ولا هي الدبدبة هي كانت قبل في عهد الأغالبة كانت تلة صغيرة، هضبة صغيرة معناها حلوة صغيرة على الأرض، كان يحتميوا بها يتخباو منها يعني صحيح يتخباو فيها كان كالدهليز كالدهليز معناها كالدهليز وكانت كالدهليز كانت ثم كالدهليز السلطات تو موجود ينرعوا تو موجودة ما تحت الديار شكرا لأخي قولي شكرا للوفاء شكرا للطارق شكرا للمنظر شكرا للي أنا شكرا للناس الكل اللي حاضرة تحية ليك سرور ميرسي بيان شكرا للسمير طقطق زيد ايضا على التعاون في كل ما لي وليد مع نعت يا شريفه يا شريفه
يا شيرين يا تعرف تخرجني كالعاده عيني زربش على يسطا.